هوروسكوب مع داليا. صباح الخير، صباح الورد والفل، صباح المحبة والكلمة الحلوة. إن شاء الله بتكون الفرحة والضحكة عنوان يومكن وأسبوعكن. أما هلأ فمننتقل لنتعرف على خبايا الفلك، والبداية مع برج الحمل. بتقوم بالعديد من النشاطات المتنوعة ذات علاقة بالتمويل، وبتكون كلها كتير إيجابية. حاشا قدر الإمكان الغيرة على الشريك، لأنه بتشتت تفكيرك وبتوصلك لنتيجة غير محمودة. برج الثور. ما تهدر وقتك لمعالجة أمور ثانوية، وبالأخص لما بيكون بانتظارك اللي أكثر دقة. عاطفيا عليك الالتقاء بالشريك بمكان هادي، فهالأمر بيساعد على توضيح كافة الأمور. برج الجوزاء. اتوقع ازدهار وتحسن بالأمور المادية اليوم، فالأزمة اللي مرقت فيها بالفترة الأخيرة شرفت على الانتهاء. ما تتسرع بقراراتك العاطفية، فكر بتروي وكون حكيم بتعاطيك مع الشريك. برج السرطان. تنطلق لعملك بالكتير من الحماس والنشاط، وبتحاول إنجاز العديد من المهام الموكلة إلك. ما تحاول إخفاء حقيقة مشاعرك عن الحبيب وصارحه فيها، فالثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة. برج الأسد. ما توسع دائرة التحرك قبل درس المعطيات بدقة، وانتبه من الفوضى. تنشد الهدوء، السلام والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأته، فهو وحده قادر على تغيير نمط حياتك. برج العذراء. بيحتاج إليك بعض الزملاء لمساعدتهم ببعض المهام، والأمر بيتكرر أيضاً مع أحد أفراد العائلة. ميرسي لجهودك سلف. عاطفياً الله يبعد الزعل وعين الحسد، فالفلك ناعم عليك بالفرح، السعادة والرومانسية. برج الميزان. تشعر بالقلق اليوم على أحد أفراد العائلة، وبتسعى للإطمئنان عليه بأسرع وقت لتقدر تكفي مهامك بهدوء. بدور نقاش حامي مع الشريك حول بعض المصاريف الزيادة، يا عزيز الذكر المثل القائل، القناعة كنز لا يفنى. برج العقرب. إلك فترة ضجران وحاسس إنه حياتك شغل بيت وبيت شغل، يمكن حين الوقت لأخذ قسط من الراحة يا عزيزي. ما تخلي الحبيب يزعل منك، فهو مخلص بحبك وبيخاف عليك أكثر مما تتصور، ولكن منه شاطر بالتعبير عن مشاعره. برج القوس. بتكون حازم باتخاذ القرارات الحاسمة اللي بتتعلق بأمورك المهنية، واللي بتشكل الخطوة الأساسية بمشوارك المهني. تتعامل بجدية مع الحبيب، وبتنسى الوعود اللي قطعتها، الأمر اللي بيزعجه ولو ما خبرك. برج الجدي. بيسبب لك أحد الأشخاص مشكلة بالعمل لينيل اللي بريده، واجهه بحزم وقوة وما تستسلم ببساطة. بتسوق العلاقات العاطفية نوعا ما بسبب أمور بسيطة، إذا ما عرفت كيف توصل المسج اللي بدك تقوله. برج الدلو. بتخلي كل اللي حولك يبتسموا بفضل البسمة الدايمة على وجهك، واللي بتطفي أجواء عائلية بالمحيط المهني. قلبك ما شاء الله معيد وطاير من الفرح لوجوده بقرب الحبيب. إيه الله يديم الفرحة والحب. برج الحوت. إذا كنت بانتظار رد هام حول موضوع مهني، فجهز نفسك، فالرد الإيجابي صار على الطريق. تتعبك طلبات الشريك المتتالية، وبتشعر بعدم قدرتك على تلبيتها كلها. ببساطة ما إلك إلا مصارحته بالأمر، ولأن الصراحة ما في أحلى منها، ياريت هي بتكون عنوان أيامنا كلها لنشعر بقربنا من بعض أكتر وأكتر. أما هلأ فحين الوقت أني ودعكن، وأتمنى لكم نهار سعيد. أرفار. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.